السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع احترافي بشكل كبير جدا، تديله تكست هو يبدأ يعمل لك فيديو بالشكل دوت. يعني النشر الإخبارية تبدأ إن أنت تكتبها، أنت عايز تعمل فيديوهات بس مش عايز تطلع بوشك أو كاميرا أو كذا، عايز تعمل أفاتار، فتقدر تعمل حاجة زي كده. وممكن تديله فيديوهات ليك 3 4 فيديوهات، يبدأ إن هو من خلالها يعمل لك أفاتار، بحيث أي كلام تكتبه يبدأ الشفايف تتحرك والوش بيتحرك، بحس ان بقى في صعوبة ان حد يكتشف ان دي مش فيديو حقيقي. طبعا نشرات الاخبار هتبقى ممتازة جدا في حاجة زي كده، او تقدر تعمل فيديوهات خاصة بيك ومش ظاهر بصورتك، فتقدر تقول اللي انت عايزه. تمام، ربنا بس الرقيب عليك، فما تعملش حاجة سيئة. تمام، ممكن دي امثلة بقى. اي تكست تكتبه يبدأ ان هو يعمل لك فيديو ليه. ويبقى فيه زي شات كده موجود، فممكن تستخدمه كسيلز، ككاستمر سيرفيس، ماركتينج. يبدأ يعمل لك الفيديوهات والصوت وكل حاجة، اختار بس التوبيك، يبدأ بقى يعمل لك التكست، تاخد التكست وتقول له اعمل لي بقى ايه فيديو، اختار الافاتار اللي انت عايزه. تقدر تجرب الموضوع ببلاش، لكن عشان توصل لحاجة ادفانسد وحاجة ممتازة لازم هتكون فيه فلوس، تدفع مبلغ. يعني بيقول لك ان انت ممكن نفس الكلام تبدا بقى تقول له ايه، عايزه مره بالاسباني، مره بالفرنس، مره بالجيرمان. So klinge ich auf Deutsch. تقدر تجرب Wie findest du das? العربي وكل حاجه. طيب تعال نشوف السعر بتاعه، 22 دولار في الشهر. انا جربته كتير وخلصت الفتره التجريبيه بتاعتي، تمام، بس عجبني جدا. يعني لو فعلا الواحد يحتاج حاجه زي كده، ده اكتر موقع بيديك امكانيات حاجه زي كده. تمام، ممكن تشغل صوت تبدا تسمعه. كل عليك ان انت بس بتختار شخصيه، تكتب له التكست اللي انت عايزه، وبعد كده تجرب. ممكن تحتاج ان انت تبطئ السرعه او تسرع السرعه، او تحط خلفيه موسيقيه خفيفه كده خالص. تمام، تقدر تحط مؤثرات زي ما انت عايز، هنا الافاتار، هنا التكست، هنا تحط اشكال، هنا تحط مثلا فيديو ريكورد وهكذا.